بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هنتكلم ان شاء الله عن اول هرمون في الجينيتال سيستم او في الميل ريبرودكتيف سيستم، وهو التستوستيرون هرمون. التستوستيرون هرمون من اسمه تستوستيرون، فتستو يعني هو بيتصنع فين؟ في التستس. ستيرون ان هو ستيرويد هرمون، فكده احنا استفدنا معلومتين من بس الاسم. تستو ان هو بيتصنع في التستس، تحديدا في سيلز معينه في التستس اسمها الانترستيشال سيلز اوف لايدك. الانترستيشال سيلز اوف لايدك دي هي اللي بتصنع التستوستيرون هرمون، تمام؟ طيب ستيرون ان هو ستيرويد هرمون. يعني ايه ستيرويد هرمون؟ اول معلومه نعرفها عن الستيرويد هرمونز وعرفناها قبل كده في البايوكيمستري في الاندوكراين، ان الستيرويد هرمونز دي مش بتعرف تمشي لوحدها في البلد، مش بتعرف تمشي لوحدها في البلازما، لازم يبقى معاها بلازما بروتين، لازم يبقى معاها البومين او جلوبولين، وده اللي بيحصل في التستوستيرون هرمون، بيبقى مصاحب ليه البومين او جلوبولين. تاني معلومه عن الستيرويد هرمونز ان هي مش محتاجه سيل ممبرين ريسبتور، هي بتدخل السيل على طول لان هي ستيرويد، يعني فيها ليبيدز والسيل ممبرين بيبقى عباره عن فوسفوليبيدز، فبتعدي ليبيد مع ليبيد بيعدي، لكن هي الريسبتورز بتاعتها بتبقى يا اما في السيتوبلازم يا اما في النيوكليوس، وده اللي بيحصل برضو مع التستوستيرون هرمون، ان الريسبتورز بتاعته سيتوبلازميك ريسبتورز. سيتوبلازميك ريسبتورز يعني ايه؟ يعني موجوده في السيتوبلازم. التستوستيرون بيدخل يمسك في السيتوبلازميك ريسبتورز دي ويبدا من هنا يدخل على النيوكليوس. يعمل ايه في النيوكليوس؟ يوصل للدي ان ايه. هيعمل ايه في الدي ان ايه؟ هيوصل لجينز معينه هو رايح لها، الجينز دي هي اللي هيتحكم منها في الفانكشنز بتاعت السيل. يعني مثلا نفترض ان في جينز معينه متحكمه في انتاج الماسلز، في المسل سينثيسيس، هو هيروح للجينز دي يقول لها زودي شغلك شويه، زودي لي المسل سينثيسيس. هي دي فكره شغل التستوستيرون. يبقى هو بيمسك في سيتوبلازميك ريسبتور على التارجت سيل بتاعته، يزود الترانسكريبشن بتاع الام ار ان اي، يستيميليت البروتين سينثيسيس، ومن هنا هو بيغير الفانكشن. طيب امتى بيتصنع التستوستيرون او امتى الموضوع ده بيبدا؟ هل من اول ما البيبي اتولد؟ الفكره ان هو مش من اول ما البيبي اتولد، لا ده كمان من قبل ما البيبي اتولد. التستوستيرون هرمون هو اللي بيحدد ان البيبي ده يبقى ولد اصلا، هو اللي بيحدد ان الفيتوس ده يبقى ميل، هو اللي بيحدد الريبرودكتيف اورجنز اللي عند البيبي ده تبقى الميل ريبرودكتيف organs، هو اللي بيحدد السكروتوم التستس البينس. الحاجات دي هي بسبب التستوستيرون. لو التستوستيرون مش موجود الفيتوس ده هيبقى فيميل، تمام؟ اتفقنا ان هو بيطلع منين؟ من التستس، من الانترستيشال سيلز اوف لايدج اللي موجوده في التستس. يبقى التستوستيرون ده بيطلع من قبل ما الفيتوس يتولد اصلا ويخرج للدنيا، هو ده اللي بيتحكم في ان الفيتوس ده يبقى ميل. طيب هل بيطلع ويفضل مستمر بقى لمدى الحياه؟ لا، الحقيقه ان هو بعد ما البيبي بيتولد كده بكام شهر، التستوستيرون ده بياخد بوز كده، بيوقف شغل ويفضل في البوز ده 10 11 12 13 سنه، لحد ما يجي الوقت اللي يقول فيه انا عايز اطلع من جديد وعايز ارجع للشغل تاني. وهنا ده اسمه وقت البيوبرتي. وقت البيوبرتي التستوستيرون او الهايبوثالمس بقى بينور، يبعت سيجنلز للبيتويتري، السيجنلز بتاعت البيتويتري دي تستجيب وتطلع هرمونز، تطلعها فين؟ تطلعها للتستس، ومن هنا التستس بتبدا تصنع تاني التستوستيرون. بعد 12 13 سنه من الاجازه ترجع تاني التستس تشتغل وتطلع التستوستيرون. يبقى هي دي الفكره، ان هو بياخد بوز في فتره childhood، لكن في فترة الانفنسي او في فترة ان البيبي فيتوس لسه في بطن مامته في تستوستيرون. في فترة البيوبرتي اللي هي من 12 ل 14 16 سنة في تستوستيرون. ما قبل ذلك او ما بين ذلك مفيش تستوستيرون، تمام؟ طيب ايه اخبار الميتابوليزم بتاع التستوستيرون؟ التستوستيرون بيتحول ل 17 كيتو ستيرويدز. 17 كيتو ستيرويدز دي ميتابولايت للتستوستيرون وبتطلع في اليورين عادي. نسبه صغيره قوي من التستوستيرون بتبقى كونفرتد لاستروجين، والمفاجاه هنا ان الميلز عندهم استروجين عادي مش الفيميلز بس، بس هم عندهم نسبه صغيره جدا لا تتعدى 1% من الميتابوليزم بتاع التستوستيرون. طيب ايه الاكشنز بتاعه التستوستيرون اللي بيعملها ديورنج الفيتال ديفلوبمنت؟ احنا اتفقنا ان هو مهم جدا ان هو يخلي الفيتوس ده ميل، هو ده اللي بيحول الفيتوس لميل. التستوستيرون ده او الميل كروموزوم اللي هو الاكس واي هو ده اللي بيقرر، او هو ده الاساسي او المحور الاساسي ان يخلي الجينيتال ريدج ده
الجينت ريدج ده هو الامبريولوجي في بداية الامبريولوجي في بداية الديفلوبمنت بتاع الفيتوس بيبقى موجود، هو ده اللي بيحول الجينت ريدج او بيديفرنشيات الجينت ريدج ان هو يسكريت التستوستيرون ومن هنا يخلي الفيتوس ده يبقى ميل. طيب لو البيبي ده في ميل او هي اكس اكس كروموزوم يعني في ميل كروموزوم، هيخلي الجينت ريدج يطلع استروجين وهيكون الفينوتايب تيبيكال فيتشرز بتاعت الفيميل. طيب يبقى التستوستيرون مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الديفلوبمنت بتاع الميل سكس اورجنز اللي هي البينس والسكروتوم والبروستات والسيمينال فيزيكلز والميل جينيتال دكتس وكده. تاني حاجه بيسبرس الفورميشن بتاع الفيميل جينيتال اورجنز، ما طبيعي بقى ميل مش هيبقى فيميل، تمام. تالت حاجة بيخلي التستس تديسنت، التستس المفروض تديسنت قبل ما البيبي يتولد بشهرين تلاتة، هو ده المسؤول عنه. التستوستيرون هو اللي بيخلي التستس تنزل لتحت تديسنت لتحت. طيب ماذا يحدث لو التستس دي ما نزلتش لتحت؟ يحصل ان التستس دي مش هتشتغل، مش هتبقى functioning. التستس لازم تطلع للهواء برا يعني علشان درجة حرارتها تبقى اقل من درجة حرارة الجسم بدرجة، يعني ال 37 بتاعتنا دي لازم تبقى اقل منها واحدة، لازم تبقى 35.5 36، المهم ان هي ما تبقاش 37. افكت كمان بتاعت التستوستيرون بس دي بقى في البيوبرتي او ما بعد البيوبرتي، ان هو يطلع البرايمري والسيكندري سيكشوال كاركترستكس، هنشوفها دلوقتي. طيب ايه الافكت بتاعت التستوستيرون عند البيوبرتي؟ هيعمل ايه؟ هيكبر كل حاجه، هيعمل انلارجمنت للاكسترنال جينيتاليا البينس والسكروتوم والتستس، هيكبر الانترنال جينيتاليا السيمينال فيزيكلز والبروستات والجلاندز. هيعمل ايه؟ هيعمل secondary sexual characteristics، و secondary sexual characteristics دي المسؤول عنها هو التستوستيرون. مهمة جدا ال secondary sexual characteristics، بداية من ال hair growth. ال hair growth بيبقى له شكل معين عند الميل وهو ال body hair. ال body hair اللي هو بنتكلم عن ال chest hair، بتكلم عن اللمس ايدي ورجلي، بتكلم عن الأكزيلا، بتكلم عن ال around the anus ال pubic hair، يبقى ال armpit hair وال pubic hair وال arms وال legs وال chest، كل ده المسؤول عن، والفيشيل طبعا الفيشيل هير، كل ده المسؤول عنه التستوستيرون. كمان البيوبيك هير له شكل معين، لازم يبقى بيطلع بشكل معين اللي هو تريانجل الايبكس بتاعه فوق، على عكس الفيميل ان البيوبيك هير بتاعها بيبقى عندها تريانجل الايبكس تحت. يبقى التستوستيرون مسؤول عن السيكندري سيكشوال كاركترستكس بتاعه الهير جروث، تمام. كمان مع تقدم العمر وزيادة التستوستيرون في الجسم، السكالب هير اللي هو شعر راسه بيبدأ يقع وبيبقى عنده bilateral temporary recession. يعني ايه bilateral temporary recession؟ يعني الحتتين دول اللي هو في فوق وشه من على اليمين والشمال بيبدأ يقع منهم الشعر وبيبقى عنده كده زي رقم 7 هنا ورقم 7 هنا، او 8 بقى، رقم 8 هنا ورقم 8 هنا، تمام. يبقى ده bilateral temporary recession. البولدنس بيبقى accelerated طبعا بسبب ايه؟ بسبب التستوستيرون. يبقى البولدنس ده علامة لزيادة التستوستيرون، ان الناس اللي هي بولد ده عندها تستوستيرون كتير، تمام. بيبدأ الشخص الطفل الصغير البريء الكيوت ده بيتحول لجعورة في البيت ويبدأ يزعق في كل الناس اللي حواليه. ليه؟ علشان التستوستيرون بيأفكت اللارينكس وبيديبن الفويس، بيخلي الفويس ديبر. بيأفكت اللارينكس ازاي؟ بيكبر، هو بيكبر كل حاجة، بيعمل هايبرتروفي في اللارينج الميوكوزا وبيكبر الفوكال بوكس او اللارينكس. الفوكال كوردز كمان بتتخن وبتطول في الطول والعرض، يعني بتزيد في الثيكنس وبتزيد في اللينث، ومن هنا بيبدأ صوته يبقى ديبر. بيأثر على السكن ازاي؟ ان احنا في الفترة دي دايما بنلاقي ان بشرتهم بقت دهنية وبقى عندهم حب شباب وبقى عندهم قشرة في شعرهم، اكني ودندروف وسكريشن للسيبيشيس جلاند واويلي سكن غريب كده، والسكنس كمان بتاع السكن نفسه بقى اتخن من الاول، بقى مش الجلد الرقيق بتاع الاطفال ده خالص، بقى ثيك سكن كده. كل ده برضو الافكت بتاعت التستوستيرون، والسكريشن بتاع السيبيشيس جلاند زي ما اتفقنا بيبدأ يزيد وده اللي بيسبب الاكني. سبكتينيوس تيشو نفسه بيبدأ يبقى ريجيد اكتر وبيبدا يتخن اكتر، برضو ايه؟ بسبب التستوستيرون. بيبدا يبقى عندهم ايه؟ اجريسيفنس، يبدا يقول لاخته ما تلبسيش كده وانت نازله، انت ازاي بتكلمي ده، انت بتعملي ايه، ويبدا يبقى يزعق في البيت ويبقى يتعصب على اي حاجه، ده بسبب برضو التستوستيرون. وهنا بتبدا مرحله السكشوال ديزاير تظهر وينكريز الليبيدو او السكشوال ديزاير، ده برضو بسبب التستوستيرون.
في البادي كونفيرميشن او في البادي بيلت بتاعتهم بنلاحظ ان هو ايه دايما بتتقال الجمله بقى اطول واعرض. ليه؟ لان هو الايفكت بتاعته على الشولدرز ان هو بيبرودن الشولدرز، بيخلي الماسلز اكبر من ما هي عليه، عنده انابوليك ايفكت، بيعرض الكتاف، بيعرض الشولدرز عشان يخلي الشخص ده اعرض. انابوليك فانكشنز هو التستوستيرون من الهرمونز الانابوليك. انابوليك يعني ايه؟ يعني بتبني، يعني بتجمع الامينو اسيدز تخليها بروتين، تجمع البروتينز تخليها ماسل، تمام؟ يبقى هو بيبني. التستوستيرون بيزود البروتين فورميشن والماسل ديفلوبمنت، بيزود الماسكليتشر، بنلاقي ان دايما عضلات الولاد اكتر من عضلات البنات، دي بنيه طبيعيه مش عشان هما بيروحوا الجيم. بيزود البروتين بارتس بتاعه البودي، بيزود البروتين ديبوزيشن في السكين كمان، يعني السكين بتاعهم بيبقى فيه بروتين اكتر من الفيميل سكين. ده بسبب ايه؟ بسبب الانابوليك افكت. وبسبب الانابوليك افكت ان هو عنده دايما بناء البيزل ميتابوليك ريت عنده بيبقى ازيد من الطبيعي، يعني اللي هو الميتابوليزم عنده كتير قوي لان جسمه دايما شغال، في حرق شغال علشان في بناء شغال، فالبيزل ميتابوليك ريت 15% اكتر، ولذلك بيخسوا اكتر، يعني بياكلوا كتير وما يتخنوش. ليه؟ لان البيزل ميتابوليك ريت بتاعهم احسن. ما بيجي لهمش انيميا. ليه ما بيجي لهمش انيميا؟ عشان التستوستيرون بيشغل هرمون اسمه الارثروبويتين. الارثروبويتين ده بيطلع من الكيدني، ده بيستيميوليت الفورميشن بتاع نيو ريد بلاد سيلز، بينكريز النمبر بتاع ريد بلاد سيلز، فنادرا ما يجي لهم انيميا، تمام؟ كمان بينكريز الري ابزوربشن بتاع الصوديوم من الكيدني. ليه؟ علشان يزود البلاد فوليوم، علشان كده البلاد فوليوم بتاع الميل اكتر من البلاد فوليوم بتاع الفيميل. طب هو ازاي بالري ابزوربشن بتاع الصوديوم زود البلاد فوليوم؟ لان الصوديوم لما بيرجع بيسحب ورا ميه، والميه دي بتتحط في صوره بلازما، البلازما دي من ضمن البلاد فوليوم، ولذلك زود البلاد فوليوم بتاع الميل. يبقى الهيموجلوبين بتاعه اكتر، بلاد فوليوم بتاعه اكتر، بيزل ميتابوليك ريت بتاعه اكتر، الماسلز بتاعته اكتر، البروتينز بتاعتهم اكتر، يعني ما شاء الله ربنا يزيدهم. ايه الايفكت بتاعته على البون؟ احنا اتفقنا ان هو انابوليك هرمون، بيزود الكوانتيتي بتاعت البون ماتريكس، ان هو يعني العظم نفسها تبقى فيها بون اكتر، ما تبقاش هشه، ما تبقاش فيها اوستيوبروسيس، بيزود البون ماتريكس، بيعمل كالسيوم ريتنشن بسبب الانابوليك ايفكت بتاعته، بيعمل كالسيوم ريتنشن عشان البون تزداد صلابه، البون يبقى فيها كالسيوم اكتر. بيلنتن البلفس. يعني ايه بيلنتن البلفس؟ البلفس بتاع الفيميل بيبقى عريض وواسع، لا هو بيضيقه ويطوله. ده ليه؟ لان هو مش محتاج يولد بيبي، يعني الفيميل بس اللي بتحتاج تولد بيبي، فلازم البلفس يكفي البيبي ده، لا هو مش محتاج كده، فبيلنسن البلفس ويرفعه، وبيبقى في شبه الايه القمع كده، بيبقى فانل شيب، على عكس البرود اوفويد شيب بتاع الفيميل بلفس. وده الفانل شيب ده بيزود السترينث بتاع البلفس بتاعه، وبيخليه لود بيرنج اكتر، عشان كده هو بيتحمل اكتر، تمام؟ لكن الفيميل بيبقى أوفويد لغرض معين، لغرض ان اليوترس ده هيبقى فيه بيبي في المستقبل. طيب ايه الافكت الوحشة بقى للتستوستيرون؟ ان هو بيوقف الطول عند هذه المرحلة. يبقى التستوستيرون وقت ما يطلع بيعمل ايه؟ بيقفل الإبيفيزيس بتاع اللونج بونز، بيخلي الإبيفيزيس يقفل وبيونايت مع الشافت. يعني ايه؟ يعني الإبيفيزيس الغضاريف اللي بيطول منها العظم بتتقفل، بنقول لحد هنا وستوب، خلاص كده مفيش نمو تاني. يعني الإفكت دي يمكن الوحيدة اللي وحشة ان طولك وقف لحد هنا. إفكتس على الليبت ميتابوليزم، هو دي برضو الإفكت التانية الوحشة، ان هو بقى بيبدأ ايه الشخص الراجل الكبير ده لما بيكبر بيحصل له ايه؟ دايما بيطلع له كرش كده. الكرش ده بسبب ايه؟ بسبب الاكيوميليشن بتاع الأبر أبدومينال والفيسترال فات، بيزود ال LDL ودي حاجة وحشة، وبيقلل HDL ودي حاجة وحشة برضو. ال LDL اللي هو low density cholesterol، ده نوع من انواع الدهون اللي مش حلوة، تمام؟ وبيقلل الهاي دنسيتي كوليسترول، ده نوع من انواع الدهون الحلوه، فهو بيقلل الحلو ويزود الوحش. بيأكيوميليت الفات ده فين بقى؟ في منطقه الكرش اللي هي الابر ابدومينال والفيسترال فات، فبيبقى عنده كرش. طيب لو واحد ما كانش عنده تستوستيرون مش هيبقى عنده كرش، الا طبعا يعني لو فات بقى ويعني تخن من جسمه كله، يعني مش من الابدومينال والفيسترال فات بالذات يعني، وهنشوف الحته دي قدام في الهايبوجوناديزم لما نوصل لها. عايزين دلوقتي نتكلم عن الكنترول بتاع التستوستيرون هرمون، ازاي الكنترول بتاعه بيحصل؟ زي اي هرمون خدناه قبل كده في الاندوكراين او اغلبهم، بيحصل بالهايبوثالاميك ريجوليشن والبيتويتري ريجوليشن. الهايبوثالاميك ريجوليشن ازاي؟ ان الهايبوثالاموس بيطلع ما يسمى بالجونادوتروبين ريليزنج هرمون اللي هو الجي ان ار اتش، وله اسم تاني اللي هو الال اتش ار اتش اللي هو الال اتش ريليزنج هرمون.
الهرمون ده بيطلع منين؟ من الهايبوثالمس. منين بالظبط؟ من الهايبوثالمس، من نيوكلياي معينه او نيورونز معينه اسمها الاركويت نيوكلياي. الاركويت نيوكلياي دي هي اللي بتطلع الجي ان ار اتش، يروح للبيتويتري ويقول للبيتويتري طلعي لي اتنين هرمونز مهمين جدا اسمهم الاف اس اتش والال اتش. الاف اس اتش والال اتش بيطلعوا من البيتويتري، هما دول اللي بيبداوا يعملوا الفانكشنز بتاعه البيوبرتي. لو في تستوستيرون هيطلع هيطلعوه، لو في سبرماتوجينيسيس هتبدا تحصل هيعملوها. وعلشان الاف اس اتش في اس، فهو ده اللي مسؤول عن السبرماتوجينيسيس، وعشان الال اتش ال هو ده اللي بيروح لللايدك سيلز. اللايدك سيلز دي بتطلع التستوستيرون. يبقى الاف اس اتش هو ده اللي بيستيميليت السبرماتوجينيسيس، الال اتش هو ده اللي بيبقى مهم جدا برايمري ستيمولس للتستوستيرون. تمام، ال LH بيروح للايدك سيلز وال FSH بيستيميليت السبرماتوجينيسيس. يعني ايه سبرماتوجينيسيس؟ يعني البروسيس اللي بيتكون بيها السبرمز، ودي طبعا مش بتحصل قبل البيوبرتي. وتستوستيرون بيطلع بسبب وجود ال LH. طيب احنا اتفقنا ان كان في تستوستيرون موجود بكميه صغيره والبيبي لسه في بطن مامته، طيب ازاي ال LH اللي بيطلع وقت البيوبرتي ده كان موجود ولسه الفيتس في بطن مامته؟ الفكره هنا مش ان هو ما كانش LH، هو كان حاجه شبه ال LH. ايه بقى الحاجه اللي شبه ال LH دي؟ حاجه اسمها الهيومن كوريونيك جونادوتروبين. الهيومن كوريونيك جونادوتروبين او ال HCG ده موجود هرمون البريجننسي، ده هرمون موجود ديورينج بريجننسي، والام حامل في الفيتوس بيبقى ال HCG ده موجود كتير. طيب ايه المشكله برضو؟ ال HCG ده شبه ال LH، شبه ال LH يعني بيعمل نفس مفعول ال LH. يعني بيعمل ايه؟ بيستيميليت اللايدك سيلز ان هي تطلع التستوستيرون، بيستيميليت اللايدك سيلز بتاعه الفيتوس ان هي تطلع التستوستيرون، ومن هنا بيكون الميل ريبرودكتيف اورجانز. تمام، يبقى ده الهايبوثالاميك ريجوليشن. ايه الانتيريور بيتويتري ريجوليشن؟ احنا اتفقنا ان الانتيريور بيتويتري بتطلع الجونادوتروفيك هرمونز اللي هم الاف اس اتش والال اتش بسبب الجي ان ار اتش اللي جالها. تمام، السيجنالز بتاعه الهايبوثالاموس جات لها قالت لها طلعي دول، فبتطلع دول. تمام، في الادلتس عندنا ال اتش عادي جدا، بعد البيوبرتي عندنا ال اتش هو اللي بيستيميليت اللايدك سيلز اللي هي هتطلع التستوستيرون، وال ال زي ما اتفقنا، وال اف اس اتش هيستيميليت السبرماتوجينيسيس، اس اس زي ما اتفقنا. وديورينج بريجننسي ما كانش عندنا ال اتش، بس كان عندنا حاجه شبهه اللي هي الايه، ال اتش سي جي. طيب عندنا حاجه اسمها الفيدباك كنترول للتستوستيرون، زي اي هرمون برده لما بيزيد عن حده بيبدا يعمل نيجاتيف فيدباك. نيجاتيف فيدباك ازاي؟ ان هو بيرجع على الهايبوثالمس يقول له كفايه كده التستوستيرون بيزيد شويه، يقول له كفايه كده يا هايبوثالمس كفايه تطليع جي ان ار اتش، انا بقيت كتير في البلد، وبالتالي الجي ان ار اتش بيقل، وبعده بيقل ايه الاف اس اتش والال اتش من الانتيريور بيتويتري. طيب ايه الفيدباك كنترول بتاع السبرماتوجينيسيس؟ ده الفيدباك كنترول بتاع التستوستيرون. ايه بقى الفيدباك كنترول بتاع السبرماتوجينيسيس؟ الفكره ان السيرتولي سيلز اللي هي بتعمل السبرماتوجينيسيس، السيرتولي سيلز دي هي المسؤوله عن السبرماتوجينيسيس، ودي برده فيها اس، يبقى اف اس اتش وسبرماتوجينيسيس بالاس برده، وسيرتولي سيل برده بالاس. دي بقى ريسبونسبل عن ايه؟ ريسبونسبل عن السبرماتوجينيسيس تحت الايفكت بتاعه الاف اس اتش. يبقى السيرتولي سيلز دي بتعمل ايه؟ بتعمل السبرماتوجينيسيس تحت تاثير مين؟ تحت تاثير الاف اس اتش. السيرتولي سيلز دي لو حست ان كفايه سبرمز لحد هنا، او حست ان السبرماتوجينيسيس لازم تقف عند هنا، يعني كفايه سبرماتوجينيسيس لحد هنا، بتبدا تعمل انهبيتوري سيجنالز، او تصنع او تبعت انهبيتوري سيجنالز. ومن اسمها باين الانهبيتوري سيجنالز دي اسمها ايه؟ اسمها الانهبين. انهبيتوري سيجنالز اسمها الانهبين، انهبين باين انها بتعمل انهبيشن. فالسبرماتوجينيسيس او السيرتولي سيلز بتبدا تطلع الانهبين ده اللي بيعمل انهبيتوري افكت على الانتيري بيتويتري ان هي ما تطلعش اف اس اتش تاني. يبقى نقول القصه تاني من الاول، الاف اس اتش هو اللي بيستيميليت السيرتولي سيلز اللي هي بتعمل السبرمز كلهم بالاس. لما نصنع سبرمز كفايه او عايزين نوقف السبرماتوجينيسيس، السيرتولي سيلز بتطلع الانهبين، يطلع على الانتيري بيتويتري كنيجاتيف فيدباك، يقول لها ما تطلعليش اف اس اتش تاني. يبقى ده الفيدباك كنترول بتاع السبرماتوجينيسيس. واخدنا قبلها الفيدباك كنترول بتاع التستوستيرون هرمون اللي هو عن طريق ال LH هرمون. كنا اتفقنا ان الفيتوس وهو في بطن مامته او هو لسه في اليوترس بيطلع التستوستيرون هرمون، واتفقنا ان التستوستيرون هرمون ده بياخد بوز طويله الامد لحد ما البيبرتي تحصل عند 11 او 13 او 14 سنه. طيب اللي بينهم ده كان ايه سبب الانهيبيشن بتاع التستوستيرون هرمون ده؟
الحقيقة هو سبب الانهبيشن not fully understood ولسه مش مفهوم تماما، ولكن سبب الانهبيشن ده ان كميات صغيرة جدا 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 من التستوستيرون بتقدر تعمل very strong inhibition على الهايبوثالموس. يعني التستوستيرون ما كانش مختفي خالص، ولكن هو كان very minute portion. الفيري ماينوت بورشن ده بيعمل ايه؟ بيعمل نيجاتيف فيدباك على الهايبوثالموس، يقول له ما يطلعلوش الجي ان ار اتش. كميه صغيره جدا من التستوستيرون بتعمل نيجاتيف فيدباك، ده اللي خلى طول الفتره دي ما يبقاش فيه ايه، ما يبقاش فيه تستوستيرون كتير، لان النيجاتيف فيدباك كان شغال كتير جدا. ويعني دي ثيوري يفسروا بيها الموضوع، ولكن لحد حالا الموضوع ايه نوت فولي اندرستود. طيب عايزين نتكلم بقى عن الديسوردرز اللي هتحصل مع التستوستيرون بما يعرف الهايبوغونادزم والهايبرغونادزم. هايبوغونادزم يعني مفيش كفايه من التستوستيرون هرمون، الميل سكس هرمونز ديكريزد. ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب ان الطفل ده اتولد اصلا من غير تستيز، بسبب ان الطفل ده ما عنده undeveloped testes، ما عندوش التستس عنده مش developed كفايه نتيجه حاجه امبريولوجيكال، نتيجه مشكله في الديفلوبمنت، whatever cause بقى، نتيجه ان الطفل ده التستس ما نزلتش عنده، ما حصل لها undescending، يعني ما حصل لهاش descending. الموضوع ده بيسمى بايه؟ بكريبتركايديزم. الكريبتركايديزم ده يعني ما حصلش descending للتستس، undescended testes. وطبعا التستس لو undescended مش هيحصل spermatogenesis كما يجب، ومش هتطلع التستوستيرون كما يجب. ليه؟ لان هي بتشتغل في temperature معينة اقل من temperature بتاعة البودي. لو ما حصلتش descending ده او ما حصلش descending ده مش هتشتغل كويس. طيب ايه تاني ممكن يحصل؟ حاجة اسمها castration. يعني ايه castration؟ يعني واحد يشلوله التستس بتاعته. وممكن ولا حاجة من دول تحصل والبيبي ده او الطفل ده يبقى عنده تستوستيرون عادي جدا، ولكن برضو يبقى عنده هايبوغونادزم. بسبب ايه بقى المرة دي؟ بسبب ان هو مشكلة في الريسبتر. السيلز اللي بتريسيف التستوستيرون دي مش عليها ريسبتر يستقبل التستوستيرون، يبقى المشكلة في الاندروجين ريسبترز على التارجت سيلز. الموضوع ده يعني مش منتشر، هو رير سيندروم بس موجودة. ايه المشكله؟ المشكله ان الريسبتورز الاندروجين ريسبتورز على التارجت سيلز مش موجوده بسبب جينيتك كوز. جينيتك كوز دي مش يعني هي دي سبب في اختفاء الريسبتورز دي. وبالتالي التستوستيرون لو جيت حللته في البلد هيبقى كتير جدا، ولكن مش عارف يعمل الايفكت بتاعته، مفيش ريسبتور يدخله جوه السيل، تمام؟ فمفيش الماسكلينايزنج ايفكت بتاعته. يبقى يجي السؤال، هل كل الهايبوغونادزم هو low level of testosterone؟ الإجابة لا. number 5 دي مش low level of testosterone. التستوستيرون موجود عادي، ولكن المشكلة في الريسبتورز اللي بتستقبله. عايزين نعرف أكتر عن الهايبوغونادزم، وعندنا نوعين من الهايبوغونادزم. نوع اسمه true hypogonadism اللي هو حصل قبل البيوبرتي، يعني مشكلة فعلا موجودة من قبل البيوبرتي. ونوع ده واحد كان عنده عادي تستس وعنده تستوستيرون وحصل عنده بيوبرتي عادي جدا، ولكن for any cause بعدها حصل له castration، حصل له accident، حصل له اي حاجة عملت ايه؟ وقفت التستس دي عن شغلها، يعني بعد البيوبرتي. يبقى دي early اللي هي before puberty، ودي late اللي هي بعد البيوبرتي. الearly دي هي true، الشخص ده بيبقى لسه طفل حرفيا، ما حصلوش اي secondary characteristics من المفروض يحصله. عنده الانفانتايل sexual characteristics طول حياته مهما كبر في السن، نفس السexual organs، نفس الاكسترنال genitalia، نفس الانترنال genitalia، مفيش اي حاجة عنده اتغيرت، لان هو ببساطة ما عندوش تستوستيرون. حتى صوته لسه صوت طفل، يعني صوته ما بقاش deepened كده زي اللي بيكبره، لا صوته لسه طفل. sexual organs عنده، secondary characteristics عنده، هو نفس بتاعته وهو طفل. مفيش loss of hair على الهيد. ليه؟ لان التستوستيرون كان بيعمل ايه؟ بيوقع الشعر كده من التمبرال اريا زي ما اتفقنا. لا هو عنده مش شعره مش هيقع، ودي الميزه الوحيده. والنورمال هير ديستريبيوشن اللي اتفقنا ان هو المفروض يحصل على الشست وعلى الارم بيت وعلى البيوبيك هير، كل ده مش هيتكون اصلا بسبب غياب التستوستيرون. طوله هيبقى اطول من المعتاد. ليه؟ لان التستوستيرون كان بيقفل الايبافيسس، بيوقف الطول عند الحد ده، فاللي ما عندوش تستوستيرون هيبقى طوله اطول من المعتاد، تمام؟ ولكن للاسف عظمه هيبقى رفيع. ليه؟ لان التستوستيرون كان انابوليك هرمون، كان بيعمل ايه؟ بيقوي العظم في الثيكنس، كان بيديبوزيت كالسيوم في البونز، فهو ما عندوش الايفكت دي، فهو طويل بس عظمه رفيع، فما استفدتش حاجه. الماسلز بتاعته كمان اضعف من النورمال. لكن الشخص اللي حصله بيوبرتي عادية وبعد كده حصل له كاستريشن، ده مش يعني هلاقيه بصورة البيوبرتي بتاعته عادي،
يعني عنده الماسكولاين هير ديستريبيوشن عادي، عنده صوته موجود عادي، صوته تخين عادي، عنده الماسلز عادي، ولكن الحاجات دي ممكن تريجرس بعد كده يعني بسبب ان التستوستيرون ده مهم في المحافظه عليها، مهم للمينتنس بتاعه الايفكت دي. فهو ما عندوش التستوستيرون ده فيما بعد، فممكن يا اما تفضل على حالها يا اما تبدا تريجرس سلايتلي. تمام، فالشخص ده زي ما احنا شايفين كده عنده السكندري سيكشوال كاركترستكس عادي، عنده سنترال اوبيزيتي زي ما احنا شايفين، طوله مش طويل مش اطول من الطبيعي لان التستوستيرون كان موجود وقفل الابيفيسز، عنده الماسكليتشر متكونه كويس مش بتاع طفل صغير. السكندري سيكشوال كاركترستكس بعض منها يفضل زي ما هو مش هيرجع في كلامه او مش هيرجع تاني بعد غياب التستوستيرون، ولكن بعض برضو السيكشوال كاركترستكس هترجع كما كانت من قبل وهو طفل. يعني مثلا الماسكولين هير ديستريبيوشن اللي احنا عارفينها دي هو كان عنده عادي الهير ده في الاماكن دي، ولكن مع غياب التستوستيرون هيبدا يقع، هيبدا يبقى عنده لوس للماسكولين هير ديستريبيوشن، هيبدا يبقى عنده لوس للسيك ماسكولين بونز لان هو التستوستيرون ما عادش موجود ان هو يعمل كالسيوم ديبوزيشن، فغياب التستوستيرون فالكالسيوم مش هيفضل يترسب. الفويس احيانا مش بيتاثر او غالبا مش بيتاثر، ولكن ممكن يرجريس كده ايه في التخن بتاعه يبقى ارفع شويه. والسكشوال اورجنز كمان، السكشوال اورجنز الاكسترنال والانترنال جينيتاليا احيانا كمان بيرجعوا شويه في السايز بتاعهم، بس حاجه بسيطه خالص لايتلي يعني. يبقى ده كان الهايبوجونادزم الترو والليت هايبوجونادزم. طيب ماذا يحدث لو حصل زياده في التستوستيرون ده عن الطبيعي؟ حصل ما يسمى بالهايبرجونادزم. هايبرجونادزم دي ممكن تحصل ليه؟ بسبب تيومر، غالبا بيبقى تيومر في الانترستيشيال لايدك سيلز، السيلز اللي بتصنع التستوستيرون هي اللي يبقى فيها تيومر فتصنع لارج كوانتيتيز من التستوستيرون. الموضوع ده هيعمل ايه؟ زيادة التستوستيرون هتزود الإفكت بتاعته، فإيه اللي هيحصل؟ هيحصل rapid growth للمسكليتشر، المسلز هتكبر قوي والبيبي أو الطفل لسه في سن صغير مش المفروض إن هو المسلز بتاعته تكبر في السن ده خالص، ولكن كمان يعني المسلز هتكبر ولكن البونز مش هتكبر. ليه؟ لأن التستوستيرون بيقفل الإبيفيسز، فالطفل ده هيبقى عنده short stature، هيبقى أقصر من المعتاد. ليه؟ بسبب الإيرلي يونيون بتاع الإبيفيسز، الابيفيسز قفلت بدري عن ميعادها، فالطفل ده عظمه قصير والماسلز بتاعته كتير كتير كتير، عنده اكسسيف ديفلوبمنت للسيكشوال اورجنز والسيكندري سيكشوال كاركترستكس، عنده تستوستيرون زياده عن الليفل الطبيعي بتاعه فالسيكشوال اورجنز عنده بتكبر زياده عن المطلوب او زياده عن المعتاد، وكمان السيكندري سيكشوال كاركترستكس بتاعته بتبقى اكسسيف عن المعتاد. كده احنا خلصنا التستوستيرون، يا رب تكونوا استفدتوا والحمد لله رب العالمين.